قال الساكي: أيها الملك، أنا يوم كنت مسجون كان في السجن صديق يعبر الرؤى تعبيرا رائعا وجميلا وصحيحا، اسمه يوسف. قال: اذهب إليه. فذهب إليه فأخبره بالرؤية وعرض عليه، قال: الملك العزيز في القصر رأى كذا وكذا. قال: قل لهم أما السبع العجاف فهي سبع سنوات سوف تمر بالبلد بمصر من القحط والجدب، وسوف تتوقف الأمطار وتذبل الأشجار وتذهب الثمار، ويأتي بعدها سبع سنوات فيها غيث كثير وفيها خير كثير، ويأتي بعدها سنة يعصر فيها الناس، أي يعصرون السمسم والزيت والخيرات، أو أنها تتقدم السبع السنوات التي فيها أمطار وخير، ويعقبها سبع، هذا الصحيح، سبع سنوات عجاف تأكلها. فإذا جاءت سبع سنوات من الخير والثمار والمنتوج فخزنوها في سنابلها وتبقى حتى وقت الاستهلاك عند السنوات، سنوات الجذب والقحط والحاجة والأزمة، تستفيدون منها. وبعد السبع والسبع يعني 14 سنة تأتي سنة ولكنها سنة غيث وسنة خير، ويعصر الناس، يأتون بعصير من النباتات وعصير من السمسم والخيرات. رجع وأخبر الملك. الملك بسرعة، تعرف القرار سريع، قال: ائتوني به سريعا. يسجنه، يأتي به، احذر السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل بكلمة. ذهب إليه يقول: اخرج. الملك يقول: تعالي، يريدك في كلمة سريعا. قال: لا، ليس هناك خروج حتى يبين الأمر، حتى تعلم براءتي، لماذا حبست؟ ما هي قضيتي؟ أنا مظلوم، أنا أريد البراءة أولا. يا لهذه النفس المشرقة الوضاءة الكريمة الطاهرة، يا لعظمتها، الله أكبر، وهو وحيدا معزولا، لا أسرة ولا أهل، ووالده هناك ووضعه كما ترى، ويدعى إلى القصر وإلى الملك. لا، حتى تبين القضية، يكشف للرأي العام، لماذا سجنت أنا؟ في ماذا سجنت؟ لماذا أظلم؟ أريد براءة. وهنا تكون عظمة يوسف عليه السلام، وتكون نفسه الطاهرة الأبية الشريفة، وفي الأخير يعود السؤال إلى أهل القصر وتأتي البراءة، ويخرج يوسف وإذا هو أنقى من الشمس وأطهر من الماء الزلالي وأصفى من وجه القمر ببراءة وبطهر وبعفاف.